متابعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده، وزي ما عودناكم قبل ما نبدا في الحلقه نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقه النهارده طبعا هنتكلم عن صعود نادي مانشستر سيتي طبعا الى دور ال 16 رسميا، ومشاركه النهارده رياض محرز كبديل اخر ربع ساعه. هنتكلم عن المباراه، وهنتكلم طبعا عن ان رياض محرز النهارده ما لعبش غير 15 دقيقه بس. وفي خبر تاني بخصوص جائزه بوشكاش، ان المفروض هدف رياض محرز انه يترشح ليها، بس في مفاجاه يعني محزنه لجماهير رياض محرز ومحبين رياض محرز بخصوص الجائزه دي. وتم الاعلان النهارده عن الاهداف اللي هتتنافس. كل ده هقوله لكم جوه الحلقه، معكم اخوكم عصام السرساوي. هنتكلم في كل حاجه في المباراه، وهنتكلم عن جائزه بوشكاش. بس قبل ما نخش على الحلقه، يا ريت تنزل تدعمني باشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعار بجديد بنقدمه. لو جديد في القناه او قديم في القناه، اخبط اللايك زي كل مره. بقى اللايك بيزود فرصنا من الظهور، ما تبقاش بخيل، اللايك دعم لينا عشان الحلقه تنتشر. وتعالى بقى نتكلم عن المباراه النهارده ما بين مانشستر سيتي واولمبياكوس، وفوزهم 1-0 وصعودهم رسميا الى دور ال 16، وجائزه بوشكاش انه المفروض هدف رياض محرز يترشح ليها لأفضل هدف السنة دي. يلا بينا. البداية هنتكلم عن جائزة بوشكاش والخبر السيء اللي كلنا طبعا انا مستاء من اللي حصل، وان عدم ترشح هدف رياض محرز مع منتخب الجزائر لهدف الموسم في جائزة بوشكاش، وانه ينافس مع 9 اهداف تانية، لان هم بيختاروا 10 اهداف بيختاروا منهم افضل هدف. طبعا الخبر المحزن ان ما تمش اختيار هدف رياض محرز مع منتخب الجزائر في مرمى زيمبابوي، الهدف اللي الدنيا كلها اتكلمت عنه ومكالمات الانباء كلها اتكلمت عن ان الهدف ده لازم يحصد جائزه بوشكاش ولازم يخش في جائزه بوشكاش. لكن بنتفاجأ ان اساسا النهارده الفيفا ما اختارتش هدف رياض محرز، ما اختارتش هدف رياض محرز انه يخش ضمن العشر اهداف المرشحة لجائزة بوشكاش. خبر كلنا صدمنا، انا اتصدمت شخصيا. هدف زي ده المفروض انه حتى لو ما خدهاش بس يترشح لها، يعني هدف زي ده هدف عالمي، هدف من الاهداف الجميلة جدا جدا، وفي تصفيات رسمية، مش هقول لك ماتش ودي، مع ان الجائزة دي ما بتفرقش ودي او رسمي، لكن ما تمش ترشيح الهدف اساسا، علامة استفهام كبيرة في عدم وجود هدف رياض محرز. بصراحة الواحد ما بقاش عارف هم بيختاروا بناء على ايه، بيختاروا بناء على ايه بالظبط، الواحد مش عارف. نيجي بقى لمباراة النهاردة مانشستر سيتي وأولمبياكوس. مباراة كانت سهلة، مباراة في المتناول. أولمبياكوس الفريق الضعيف جدا جدا. النهاردة مانشستر سيتي داخلة المباراة عندها 9 نقاط، تفوز تصعد رسميا لدور ال 16، وده اللي حصل. طبعا لما شفت القايمة اللي هتبدأ بيها المباراة النهاردة مانشستر سيتي، كنت متوقع قبليها يعني إن رياض محرز مش هيلعب، بس قلت مثلا دي مباراة المفروض سهلة يديله الثقة ويلعبه أساسي. طبعا شفت يعني القايمة اللي هتلعب المباراة الأساسية، لقيت رياض محرز مش موجود وموجود في الدكة. كان متوقع من بيب جوارديولا يمكن يا أخي بيجهزوا الماتش الدولي، احتمال يعني، ما أنا مش عايز برضو أظلم بيب جوارديولا، أصل بيب جوارديولا إيه، مش عايزين نظلمه، عشان في ناس بتقول لا أنتوا بتتكوا على بيب، وإن محرز مستواه مش حلو دلوقتي، وأنتوا بظالمين بيب جوارديولا. ولو اتكلمتوا النهارده يطلع يقول لك يا عم ما ممكن يكون بيريحوا الماتش الدولي وعايز يلعبوا ماتش الدولي. حاضر، هاخد وجهة النظر دي مع ان انا مش مقتنع بيها. بدأ النهارده مانشستر سيتي، بس مانشستر سيتي برضو خلينا نتكلم قبل ما نخش في التشكيل ونتكلم في المباراة، كان سيء. انت النهارده بتلعب اولمبياكوس، ما جاش اولمبياكوس، ما راحش شوطه على الجون، ما شاطش على بين ال3 خشبات كوره. اولمبياكوس النهارده سيء جدا جدا جدا. بدأ اللقاء في حراسة المرمى ادرسون، 2 قلب دفاع ستونز ودياز، ناحيه اليمين لعب بكانسيلو، ناحيه الشمال لعب بمندي. مندي اللي انا شايفه ببي يعني ملوش لازمه في مانشستر سيتي والله، كل الكور ما بيرفعش، هو بيلعبها بالعرض ارضيه لورا. ما علينا، يعني في نص الملعب بدا ببرناردو سيلفا ورودي وجوندوجان، قدامهم في الفودن ناحيه الشمال، ناحيه اليمين كان بيلعب النهارده بستيرلينج، وقدام بجابرييل خيسوس. بدا اللقاء سيطره تامه من مانشستر سيتي، سيطره تامه تامه يعني، يعني ممكن تلاقي الاحصائيات 95% 5% الشوط الاول في الاستحواذ. ما جاش اولمبياكوس، اولمبياكوس اللي كان بيغيب عن
عنه عدد كبير. وبالمناسبة عربي سوداني كان في بدلاء أولمبياكوس النهاردة. أحمد حسن كوكا اللاعب المصري ما كانش موجود بسبب الكورونا. طبعا يعني العربي السوداني ما لعبش من بداية اللقاء. بدأ اللقاء زي ما قلت لكم استحواذ تام وضغط وهجمات من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي برضو ما كانش فيه هجمات اللي تقدر تقول عليها ايه جوال. ما تقدرش تقول ان انت تقدر تجيب 3-4 تجوان او 3-4 فرص الشوط الاولاني. لا هو هدف فيه الفودن حطه ومشكوك فيه كرة اسام في نص الملعب يعني كانت خبطة والمفروض فاول اساسا على جندوجان بس راحت بهجمة ودخلت هدف وبرضو ما رجعوش للفار. مش عارف هو في فار في دوري الابطال ولا لا يعني انا برضو انا بسأل السؤال ده لان النهاردة ما شفتش حكم راح للفار في ولا لقطة. هدف لفيل فودن يتقدم 1-0. النتيجة استمرت 1-0 الشوط الاولاني. ضغط ومسكين الكرة لكن يعني انت ماسك الكرة ومعاك استحواذ. انا ما عنديش مشاكل انك مستحوذ بس مستحوذ سلبي. ما فيش الاستحواذ اللي نقدر نقول عليه استحواذ ايجابي وبتجيب التاني والتالت زي ما مانشستر سيتي متعودة. مانشستر سيتي متأثرة مهما حد قالك لا مانشستر سيتي مش فارق معاه. لا مانشستر سيتي وحشة. مانشستر سيتي استكمالا لمباراة الدوري السيئة مانشستر سيتي سيئة. النهاردة الشوط الاول طلع 1-0 الشوط الثاني المفروض يعني مانشستر سيتي والكبرياء مانشستر سيتي وجوارديولا والعنجهية المفروض وان انت فرقة بتلعب وان سايد جيم فرقة بتدافع وانت فرقة بتهاجم او ماسك كورة وبتمسك الاستحواذ لكن انت النهاردة برضو الشوط الثاني 0-0 الشوط الثاني مفيش. الشوط الثاني هم برضو مش جايين. هم اساسا المفروض فرقة زي دي مستسلمة المفروض تحط عليها يعني تزود عشان تجيب التاني والتالت عشان خاطر الثقة ترجع لك. قلت طبعا هو هينزل محرز لازم هينزله لو ما نزلوش تبقى شكلها وحش قوي لان المباراة مش مستاهلة يعني المباراة يعني في المتناول وماتش زي ده انت لو حطيت محرز وحطيت ناس تاخد الثقة لان المباراة سهلة. نزل محرز ونزل اكويرو ونزل فرناندينيو ونزل زيتشينكو اعمل التغييرات دي في اخر حوالي 15 دقيقة لانه ما غيرش قبل كده. اخر 15 دقيقة اتأخر قوي في التغييرات نزل محرز ونزل اللعيبة اللي انا قلت لكم عليها دي بس كانت المباراة اساسا يعني في اخر ربع ساعة الدنيا اساسا كان 1-0 والفريق التاني بينقل الكرة وبرضو شط كرة بس بره الثلاث خشبات يعني هو كل الهجمة دي في الدقيقة 85 هجمة كده وشوطها واللعيب لعبها وشطها ولكن في حاجة حصلت. العربي السوداني نزل في الدقيقة 80 العربي السوداني ما ظهرش لان الفرقة كلها كانت سيئة زي ما بقولك. فرقة اولمبياكوس ما كانتش موجودة النهاردة خايفة من مانشستر سيتي خايفة من استحواذ مانشستر سيتي. مانشستر سيتي مستحوذ 95% زي ما بقولك كده بس مفيش اهداف مفيش ضرب محرز نزل مفيش برضو اللي هو ايه خلاص بقى الفرقة كلها حتى اجويرو ملمس غير كورة ورياب محرز لمس كورتين ثلاثة وخلاص انت منزلي في اخر ربع ساعة والمباراة ميتة. طبعا يعني انا عارف انتوا عارفين وجهة نظري في موضوع محرز ده وانه بيب جوارديولا يعني هو مش عارف يعني هو بيعمل معاه كده ليه بس خلينا نقول انه شايله في المباراة القادمة عشان مباراة الدوري وعنده مباراة في الدوري يوم السبت او يوم الحد يعني هو بيجهزه وعايز يلعبه. الراجل النهاردة دي بروين ملعبش على انه مصاب على فكرة وهنشوف في المباراة اللي جاية. العربي السوداني زي ما قلت لكم لعب العربي السوداني ما لحقش برضه لانه خد 10 دقايق والفرقه ما كانتش موجوده. نتمنى التوفيق للعربي ونتمنى التوفيق لرياض محرز وانا عند رايي لازم تمشي يا محرز ويعني برضه علامه استفهام على الجائزه بتاعه بوشكش. قولنا رايكم في الكومنتات كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه ودمتم في امان الله. سلام.